مصري في بداية الموسم، شاف الـ 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 الأرقام والأهداف اللي اتحققت مع ريني فايلر إزاي مع النادي الأهلي؟ لا طبعا مع مستر فايلر يعني احنا حتى في المقاولين اظن ان احنا كنا يعني قبل ما التوقف ده برضو نسانا يعني احنا كنا بناخد من مين، بس اظن كنا بناخد من الاهلي يعني ناخد الفرقه يعني بالظبط الفرقه مثلا اللي هلاعبها الماتش الجاي يكون الاهلي لاعبها قبلنا. ده بتستفيدوا انتوا من الموضوع ده؟ يعني احنا عمالين نتفرج طبعا يعني واخدين بالنا يعني شايفين ان الاهلي اتغير وشايفين ان مع مستر فايلر الموضوع يعني مختلف تماما في الدوري يعني احنا كنا ده شايفينه في الدوري في افريقيا طبعا يعني احنا كلنا بنتفرج وشايفين ان يعني الاهلي وصل مربع ذهبي، فدي حاجه يعني في فرق طبعا يعني مع مستر فايلر الموضوع يعني كان مختلف. ايه اكتر حاجه ما يعني لفتت نظرك في اسلوبه وطريقه فايلر اللي اضافها للنادي الاهلي؟ لا حاجات كتيره يعني هو اللعيبه كلها تحس ان هم يعني مع مستر فايلر بقالهم 5 سنين يعني هو راجل في انسجام في انسجام وهو عارف يحفظ حاجات تكتيكيه وكره السريعه في شراسه، ورمضان بقى يعني من هدافين الفرقه، دي كانت حاجه مش موجوده في رمضان. طور بيقدر يطور مستواه طب بيقدر يطور بالظبط، دي حاجه يعني دي حاجه عجباني في مستر فايلر انه بيعرف يطور يعني الحاجه اللي مش موجوده عند لعيب هو بيقدر يساعده انها تبقى موجوده عنده يعني. وان شاء الله كمان مستر ريني فايلر يقدر يطور يعني طاهر محمد طاهر بمستوى كبير. شفت كمان التطور الكبير اللي وضح على رمضان خاصه كمان قبل كاس الامم الافريقيه، ولسه هنتكلم عن المنتخب الاولمبي كمان، كان رمضان احد النجوم المنتخب الفتره دي، وكان برضو يعني شغل واضح من ريني فايلر يعني ثم كابتن شاوي غريب. لا طبعا يعني رمضان لما جه من تجربه هادرسفيلد يعني هو احنا شفنا يعني رمضان متغير ك بقى لعيب يعني متطور جدا ناضج بقى يعني لا هو يعني كبر جدا وطبعا لعب كاس عالم، فدي حاجه يعني كبيره جدا ان لعيب يكون في سن صغير لعب كاس عالم. فلا رمضان اتطور بشكل جامد وادى بطوله يعني عالميه في مصر في كاس الامم 23. فطبعا مستر فايلر ساعده اكيد يطور نفسه بشكل كويس جدا، وبرده مع كابتن شوقي غريب طبعا اكيد عارف ان هو ينفذ له اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت في المعسكرات يعني احنا كلنا كنا بنبقى قاعدين مع بعض ويعني قعدتنا بتبقى مع رمضان دايما، فلا يعني رمضان مش بيحسسنا ان هو لعب كاس عالم ولا لعب في انجلترا، بالعكس هو ذكي جدا وبيعرف يلم الفرقه بشكل في علاقه جيده بتجمعك بينك وبين رمضان صبحي، وحب ظهرت كمان من وقت الماسك وانت صاحب الفكره في كاس الامم كانت موجوده في مصر. خلي بالك انا احكي لك قصه دلوقتي، المسلسل بتاع ماني هايست المسلسل الاسباني، انت صاحب الفكره بتاعت الماسك، انا اتفرجت على المسلسل ده مخصوص بعد ما انت يعني عملت الفكره بتاعت الماسك. المهم يكون عجبك. لا مسلسل تحفه طبعا. او الفكره. مسلسل تحفه. الفكره اهم. الفكره طبعا. مين تاني غير رمضان صبحي يعني بتجمعك بيه يعني صداقه من لعيبه النادي الاهلي او عجبك اداؤه خلال الفتره اللي فاتت؟